شهر رمضان شهر تتنزل فيه الرحمات والخيرات والبركات على العباد، شهر أنزل فيه القرآن على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. من فضائله ومزاياه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل يوم وليلة. فأقبل على طاعة الله عز وجل في رمضان، وكن عالي الهمة، واسأل ربك عز وجل أن يعينك على طاعته وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.